بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله جل وعلا علينا كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى. هنالك نعمة الإيمان بالله، نعمة الإسلام، نعمة الحواس الخمس، نعم كثيرة. ولكن هنالك نعمة تعيش معنا في بيت واحد، لكننا غفلنا عنها لكثرة معايشتنا لها. هذه النعمة ينبغي أن نفطن لها وأن نرعاها، لأن هنالك من سلب هذه النعمة، ولكن في الوقت ذاته الله جل وعلا لا يسلب الإنسان شيئا إلا ويعوضه خيرا منه، أو يعوضه شيئا آخر ادخره له إما في الدنيا أو في الآخرة. إنها نعمة وجود الأبوين معنا، هذه النعمة العظيمة التي غفلنا عنها لكثرة معايشتنا لها. وهنالك في المجتمع من فقد أحد أبويه فعاش إما يتيم الأب أو فاقد الأم. دعونا نتعرف اليوم إلى من فقد والده، ماذا يسمى، وكيف حث الإسلام على رعايته والاعتناء به. من فقد والده يسمى باليتيم، ومن فقد أمه فيسمى بفاقد الأم. اليتيم هو من فقد والده وهو صغير. ماذا دعا الإسلام بالنسبة لليتيم؟ هل طلب الإسلام أن ننبذه من المجتمع؟ لا، الإسلام حث على رعايته، وهذه الرعاية تسمى بالكفالة. فكفالة اليتيم هي العناية به ورعايته وتدبر شؤونه حتى يكبر ويصبح قادرا على أن يرعى شؤونه بنفسه. إذا دعا الإسلام إلى كفالة اليتيم وحث عليها ورغب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع أجرا عظيما لمن يكفل ويرعى اليتيم. هذا الدرس سيعلمنا بداية أن نستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حث على رعاية اليتيم. نتعرض لمفردات الحديث ونبين معنى اليتيم في الإسلام، وكيف أن الله جل وعلا أعد الثواب العظيم لمن كفل اليتيم، وما أثر كفالة اليتيم على الفرد وعلى المجتمع. في بداية الدرس يخبرنا الله جل وعلا عن ثواب أجر كافل اليتيم، فيقول تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الآيات تحثنا على كفالة اليتيم ورعايته والاعتناء به. هي وجهت إلى ثلاثة أصناف: المسكين واليتيم والأسير. العلاقة بين هذه الأصناف الثلاثة هي وجوب الرعاية والاعتناء بها جميعا. حديثنا اليوم يقول فيه أو يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم وفرج بينهما شيئا. كافل هو من يقوم بشؤون اليتيم فينفق عليه ويربيه. اليتيم من مات أبوه وهو صغير. السبابة والوسطى، هذه الرسمة التي الموجودة أمامنا تشير إلى أصابع اليد: الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. نبينا صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة والوسطى أنه سيكون مع كافل اليتيم في الجنة هكذا، كعلاقة السبابة والوسطى، وهي كناية عن قرب كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكم هو من أجر عظيم أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة حينما نكفل ونرعى اليتيم. طبعا حينما يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم، أي أن نقوم بمصالحه وأن نرعاه وأن نعتني به. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. من صور كفالة اليتيم التعهد بنفقاته المالية، التعهد بدراسته، تقديم له ما يشاء من الطعام والشراب. رعاية مال اليتيم، تدعونا هذه الآيات إلى أن نرعى مال اليتيم، وأن الوصية على مال اليتيم ينبغي عليه أن يحسن التصرف بماله،
وأن لا يأخذ من هذا المال إلا بقدر الملبس والمأكل، فإن كان هذا إن كان فقيرا، أما إن كان غنيا لا يحتاج، فالأولى أن يبتعد عن ذلك رعاية لمال اليتيم وصونا له. ومن كان غنيا فليستعفف، ولا يحق له أن يشتري من مال اليتيم أشياء كثيرة غالية الثمن. الإحسان لليتيم سبب لرقة القلب، فحينما شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على إطعام المسكين ومسح رأس اليتيم، وهو أيضا من الأجر العظيم على كفالة اليتيم. ثم يحدثنا الدرس عن وصية الله جل وعلا باليتيم، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم يأمره بكفالة ورعاية اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. ويتحدث الله جل وعلا عن عذاب عظيم لمن يدع اليتيم: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. وأوصى الله باليتيم لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بأشيائه بمفرده. وكفالة اليتيم أثرها عظيم على المجتمع، لأنها تمنع التسول وتمنع التشرد، ويعيش الفرد صالحا يستغله المجتمع ليكون فردا صالحا فيه، فله فوائد عظيمة على المجتمع. ودولة الإمارات العربية المتحدة لها باع عظيم في رعاية الأيتام، فأنشأت دورا عدة لرعاية الأيتام، إضافة إلى الجمعيات الخيرية كجمعية الهلال الأحمر ودار البر وبيت الخير وغيرها من الجمعيات. وكفالة اليتيم هي رعايته وحفظه، وتشمل إطعامه وتقديم الرعاية له. وفائدتها لليتيم عظيمة، أنه ينشأ فرد صالح في المجتمع، وتعوضه هذه الكفالة عن رعاية الأب وعطفه وحنانه. وفائدتها للمجتمع أيضا أنها تمنع عنه التسول والتشرد. فضل كفالة اليتيم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم، وفي الفعل حينما أشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة. اليتيم هو من فقد والده وهو صغير، وفضل كفالة اليتيم عظيمة عند الله جل وعلا، فمن خير يعني من أفضل ذلك أنه سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. إلى هنا نأتي إلى ختام الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أصحاب القلوب الرقيقة الذين يتعهدون الأيتام بالحفظ والرعاية، والحمد لله رب العالمين.